مساكم ورد مشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا في هذه الأمسية الجديدة من أماسينا اللي نأتيكم دائما فيها بحلة جديدة بموضوعات متجددة وبضيوف كذلك أيضا متميزين. ومساء الخير يا أبو هيثم. مساء النور يا ريم، شو أخبارك اليوم؟ الحمد لله، إن شاء الله يومك كان زين. إن شاء الله. رحب أيضا بكل مشاهدينا وكل متابعينا في هذه الأمسية، وبتأكيد أمسياتنا تتنوع في المواضيع وفي الضيوف أيضا اللي نحاول من خلالهم التعرف على الكثير من المشاريع اللي تهم طبعا كل المجتمع. نرحب فيكم مشاهدينا، وبداية نعرفكم بطرق التواصل ويانا. بداية إيميل البرنامج amasiat@smc.ae، أيضا يمكنكم التواصل ويانا عبر صفحتينا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وكل من حاب المشاركة بالاتصال أيضا الأرقام بتظهر لكم على الشاشة. معنا مجموعة من الفقرات، وياكم مشاهدينا مشاهدينا طبعا نتعرف على فقراتنا لهذا اليوم. رواق عوشة ثقافة وفكر. حميد ليواد عشق التراث. التيتيود سبا خدمات 5 نجوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وطبعا نبتدي وياكم أولى فقراتنا لليوم. رواق عوشة مركز ثقافي وفكري ومؤسسة رائدة في مجال العمل الثقافي في دولة الإمارات. إذن مشاهدينا، هذا الرواق أسسته وتقوده الدكتورة موزة غباش ليكون صرحا ثقافيا وفكريا، كذلك أيضا يسهم في بناء مجتمع الإمارات وثقافته وهويته أيضا. نعم مشاهدينا، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من الأنشطة الثقافية والخيرية، حيث يقدم الرواق سنويا عددا من المحاضرات والندوات الفكرية والاجتماعية التثقيفية، إلى جانب ما يقدمه من أنشطة خيرية خلال شهر رمضان من كل عام. إذن يسعدنا ويشرفنا مشاهدينا أن تكون أولى ضيفات أماسي لهذا اليوم الدكتورة موزة غباش، رئيس رواق عوشة بنت حسين الثقافي والفكري. مساك الله بالخير دكتورة، حياك الله ويانا في الأماسي. أهلا وسهلا ويانا. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتورة. في البداية طبعا نحن حبينا نركز، يمكن ذكرتي لي قبل الهوى بأن كثر الحديث يمكن عن الرواق، ولكن أيضا لا مانع من التفصيل والحديث أكثر عن هذا الرواق. في البداية لو نعرف السادة المشاهدين في دولة الإمارات وأيضا خارج دولة الإمارات، كيف جاءت فكرة تأسيس هذا الرواق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لتلفزيون الشارقة أولا على هذه الدعوة الكريمة. العفو، هذا واجبنا دكتورة. والرواق وهذا التلفزيون تشاركا في الكثير من الأحداث الثقافية في دولة الإمارات، وتم التعاون فيما بيننا كثيرا على مدار 21 عام. نعم. منذ تأسيس الرواق في عام 92-93. الرواق مؤسسة ثقافية فكرية بحثية وخيرية واجتماعية. نعم. تستطيع أن تقولي أنها مجموعة من الحركات الإنسانية يعج بها إطار هذا الرواق. الفكرة منذ ولدت كبيرة، لم تولد صغيرة وتكبر. أن يؤسس مركز ثقافي باسم امرأة إماراتية في حد ذاته قيمة اجتماعية كبرى يعني. وهذه المرأة عوشة بنت حسين بن ناصر بن لوتا، وهي والدتي رحمها الله. رحم عليها. كنا دائما نسعى إلى تركيز البحث على وجوه إماراتية. نعم. وغالبا في السبعينات والستينات كانت الوجوه رجالية. نعم. وأعتقد أن المرأة لم تكن في الكتابات حتى وفي الظهور ظاهرة على مستوى الكتابة الإماراتية. نعم. فيما عدا الروايات تذكر فيها بعض النساء، إنما بعد 92 وهذا أول مركز ثقافي باسم امرأة يؤسس، صدقة جارية عنها إن شاء الله، ورسالة أيضا لمجتمع الإمارات بأن يقول أن للمرأة كلمة ثقافية. صحيح. وأن للمرأة عمل اجتماعي وعمل خيري، وأن تاريخ الدولة حتى قبل تأسيس الدولة
هناك نساء كثيرات استطعنا أن يشاركنا في بناء هذا المجتمع. وبالتالي نحن في سنوات 92 و93 كانت تهب على دولة الإمارات مجموعة من المتغيرات الاجتماعية، أهمها بداية ضعف العلاقات الإنسانية في الأسرة مثلا، نتيجة الانشغال الكثير في بداية حركة تنمية المجتمع، الانشغال ببناء المجتمع سواء من الرجل أو من المرأة. كلنا في تلك المراحل السبعينات والثمانينات سعينا إلى أن نعطي الجهد والوقت الأكبر لخارج البيت، صحيح. لأن الدولة كانت بحاجة لكل أعضائها ولكل سكانها في تلك المرحلة، وخاصة كانوا عدد الخريجين قليلين في تلك المرحلة. وهذه مرحلة جدا هامة أن أيضا الشخص يسلط الضوء عليه. أكيد دكتورة يعني بنواصل هذا الحوار وياك يعني بنتشعب أكثر في هذا الحوار، لكن بعد ما نروح سريعا ويا مشاهدينا لفاصل قصير وراجعين. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وطبعا ما زلنا في حوارنا الشيق ويا الدكتورة موزة غباش، ونجدد التحية فيك دكتورة سعيدين طبعا بهذا الحوار. وكنا نتكلم عن فكرة تأسيس الرواق، يعني وهي وفاء لذكرى الوالدة رحمة الله عليها عوشة بنت حسين بن ناصر لوتا. نحن حابين أنك تكلمينا أكثر عن الوالدة، عرفينا من هي عوشة بنت حسين وأيضا شو اللي تعلمتي منها. الوالدة رحمة الله عليها امرأة تحدت عصر، وامرأة قوية، وامرأة قارئة من الطراز الأول، وامرأة شاعرة وأديبة في نفس الوقت، وكانت ذات حكمة، ذات موروث علي بن أبي طالب. كانت تقرأ لعلي بن أبي طالب وتحاول أن تكون مجسدة لكل هذه المبادئ التربوية في تربيتها لأبنائها. شاركت الدولة في الكثير من النشاطات الاقتصادية، في الوالدة شاركت في نشاطات اقتصادية في دبي في تلك المراحل، ومارست أنواع من التجارة العقارية ما شاء الله. وكانوا نساء عددهم قليلات، هي من الأوائل، أول ثلاث نساء في دبي اللي استطاعوا أولا أن يكونوا أسر على حساب أو على عاتق امرأة وليس رجل في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت استطاعوا بآرائهن ومشاركاتهن أن يدعمن حركة التنمية في إمارة دبي، ويساهمن بالرأي وبالمشورة وبالاستعانة أحيانا ببعض الأعمال والنشاطات، يعني كانت على تماس دائم بكل مؤسسة في دبي، وكانت تحاول أن تكون صاحبة رأي في هذا التأسيس سواء في بلدية دبي أو في جهاز أمن الشرطة أو في جهاز الكهرباء والماء أو في جهاز التلفزيون. حتى في التلفزيون كانت تقدم لهم الآراء، وكانت تستعين كثيرا بفكر حديث عن النمط التقليدي للمرأة في ثقافتها، بمعنى أنها كانت تتحدى عصر ثقافي معين. كانت أولا قوية في شخصيتها، وبالتالي لها احترام كبير جدا من مجتمع دبي في ذلك الوقت، وأعتقد أنها خرجت أبناء كلهم خريجين من أعلى مستويات التعليم. نحن عددنا 6 الحمد لله. فنمط نسائي يحتذى. وبالتالي لما توفت الله يرحمها وجدت أن رسالتها يجب أن تستمر، وهذا الرواق هو رسالة عوشة بنت حسين، ليست يعني أنا أقوم بإدارة هذا الرواق وفكري وثقافتي أيضا تخدم هذا الرواق، لكن في النهاية أريد أن أقول حتى جوائز الرواق مثلا لما تقدم للأم المثالية وللأب المثالي وللمعاق المبدع، من أوائل الجوائز في الدولة على مستوى الدولة وفي مستوى دبي أيضا، اللي كرمت المرأة التي تستحق التكريم. إذن دكتورة نحن بنعود أكيد للحديث بتفصيل عن جوائز الرواق، لكن مثل ما ذكرتي يعني هذا الرواق أساسا جاء امتداد لفكر وثقافة ورؤية عوشة بنت حسين. كلمة رواق هي بالعادة تطلق يمكن لمتابعي الأدب ومتذوقي الفن على
الصالة الأدبية ربما. صحيح. لماذا صحيح. اختيرت كلمة رواق لتطلق على هذا الرواق؟ أنا الحقيقة أميل إلى التميز دائما، وأميل إلى الابتكار والإبداع في حتى في المسميات. نعم. وفي الفكر الذي طرحته من خلال دراساتي الاجتماعية في دولة الإمارات، عندما بدأت فكرة أن تكون هناك أو يكون مركزا كصدقة جارية عن والدتي، على مستوى ما أنا أشعر تجاه هذه الوالدة من محبة ومستمرة حتى اليوم، ولم ينقطع التواصل بيني وبينها حتى اليوم. نبراس هذه الحياة بالنسبة لي هي فكرة تلك الوالدة ومشاعرها وعاطفتها ومحبتها، وبذلت الحياة كلها لتربية الأبناء، يعني لم تختار طريقا ثانيا، وإنما اختارت أن تنشئ أسرة متميزة في مجتمع الإمارات. ما أود أن أقول كلمة رواق بحثت عنها في التراث الشعبي الإماراتي، فوجدت كلمة الرواق اللي هي مدخل البيت أو صالة اللي تتجمع فيها العائلة، وأنا كنت أطمح إلى فكرة التجمع، تجمع الإنسان بشكل عام المثقف والمفكر. واكتشفت فيما بعد أنها تسمية تخص الأزهر الشريف، وأن هناك منذ تأسيس الأزهر أروقة لكل الجاليات العربية التي كانت تستعين بالفكر الأزهري بالثقافة الأزهرية. نعم. كأروقة المغاربة والسودان والرواق السوداني والرواق العربي السوري وإلى آخره. فوجدت هناك ترابط في الموروث العربي والموروث المحلي، ربط بين الاتجاهين والاسمين، واختصرتهم في رواق عوش بن حسين الثقافي، ثم أضفنا عليه أعمالا اجتماعية وخيرية، وهو مستمر في هذا العطاء إن شاء الله. إن شاء الله. جميل. اليوم هذا الرواق يعني يضم العديد من المؤسسات الثقافية والفكرية والخيرية أيضا، ما هي أهم المؤسسات اللي يضمها هذا الرواق، وأيضا أهم الأنشطة؟ الأنشطة على مدار العام فكرية ثقافية في شكل محاضرات، اثنين على شكل دورات تدريبية. نعم. لاحظنا أن المجتمع بحاجة خاصة لما قبل التخرج أو بعد التخرج أو بداية الوظيفة، كل إنسان في دولة الإمارات محتاج إلى إعادة تأهيل وتركيز للمعلومات التي أخذها في المدارس وفي الجامعات. فاشتغلنا على مستوى المحاضرات العامة. نعم. سواء كانت في الفكر السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني، نحن نتكلم في كل الموضوعات، والمحاضرين يأتون من جميع دولة الإمارات، وأحيانا نستعين بمحاضرين من الخارج. المواد التدريبية نختار ما هي احتياجات مجتمع الإمارات في موضوعات التدريب. جميل. نركز مؤخرا على تدريب في مجال الطاقة الإنسانية مثلا. جميل. الطاقة البشرية، كيف نستطيع أن نحل مشكلاتنا من خلال طاقة الإنسان، إعادة بناء الطاقة داخل هذا الإنسان، إعادة تغيير الفكر في الإنسان. الأنشطة الأخرى سنويا الجوائز، جائزة عوش بنت حسين للأم المثالية، نكرم سنويا 10 أمهات مثاليات لهن تاريخ عريق وعميق في تربية الأبناء. هذا الذي نركز عليه، كيف ربوا هؤلاء الأبناء. نعم. ومن هم هؤلاء الأبناء وماذا يشغلون الآن في دولة الإمارات؟ صحيح. هل قدموا لدولة الإمارات خدمة أم لا؟ نعم. ثم أيضا جائزة الأب المثالي، 10 أباء مثاليين. احنا اكتشفنا مؤخرا أن حتى الأب مثالي، لماذا دائما الإصرار على الأم يعني، واكتشفنا نماذج من الأباء من خلال هذه الجائزة فعلا تستحق الإمارات أن تتشرف بهم. نعم. على مستوى العمل الوطني، العمل التربوي، العمل الثقافي، العمل التطوعي. نعم. ثم لدينا جائزة للمعاق المبدع، خلال ال21 عام استطعنا أن نربي تربية فاضلة في مجال الإبداع، الإبداع في الكتابة أو في الرياضة أو في الوظيفة أو في المجال المبتكر يعني. نعم. أي معاق لديه إبداع لو بسيط ينمي هذا الرواق ويحصل على جوائز ويقدمه للمجتمع. جميل جدا. نسعى أحيانا للحصول على وظائف لهم. نكرم سنويا ما يقارب 30 معاق من دولة الإمارات. ما شاء الله. جميل. نحن كذلك أيضا سنتحدث عن مشروع المكسار. نعم. وهي إحدى المبادرات الحقيقة التي أطلقها رواق عوش بن حسين، لكن بعد أن نشاهد هذه اللقطات كذلك أيضا للرواق مشاهدينا، من بعد أن نستكمل حديثنا مع دكتورة موزة غباش.
أنا استفدت أن تعلمت وايد من الرواق، واستفدت الحمد لله من الدور، و يعني استفدت الحمد لله. كنت يعني ضعيف في الإنجليزي، بس الحمد لله الحين أحسن. اشتركت في الإنجليزي وفي الرسم وفي القرآن، وحين أحاول إن شاء الله بأخذ كل اللغات في الرواق. صراحة استفدنا من دورة اللغة الروسية أن التنظيم جيد جدا، وبداية يعني أول ما بدينا الدورة كانت معلوماتي في اللغة الروسية يمكن جمل محدودة، والحمد لله يعني اليوم صار جمل كثيرة، يعني في التحاور مع المسافر وفهم متطلبات المسافر وممكن توجيه المسافر بهذا. فكان صراحة تنظيمهم جيد للدورة، وأنصح يعني أن تكون في دورات ثانية بمستويات أعلى. الرواق طبعا ما شاء الله يعني مركز معروف في كل الإمارات، يعني ما شاء الله دور مهم يعني بيؤدي للسيدات كبار السن وطلبة المدارس وكل الفئات بتلقاها موجودة في الرواق. احفظوا القرآن يعني من فترة طويلة يعني الحمد لله، ومستمر على مدار العام، يعني ما عندنا وقت محدد. نحن من 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 مدار يعني طول السنة في مركز تحفيظ القرآن مستمر في الرواق بدون أي انقطاع. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا في حديثنا شيق مع ضيفتنا في الاستوديو، ضيفة أماسي لهذا اليوم دكتورة موزة غباش، حياة الله من جديد. وما زلنا نتحدث عن رواق عوشة بنت حسين، وشاهدنا لقطات من هذا الرواق وبعض الأنشطة منها طبعا تحفيظ القرآن. نعم. اللي شاهدنا تحدثنا كذلك أيضا عن العديد من الأنشطة التي ينظمها الرواق على مدار العام والجوائز. نتحدث كذلك أيضا عن برنامج مهم بالنسبة للرواق، وهو برنامج المكسار. ما هو المكسار وما الهدف من هذا المشروع أو من هذا البرنامج؟ المكسار أيضا كلمة تراثية من الموروث الشعبي الإماراتي. نعم. تعني ما قبل الزواج، اللي هي حفلة الخطوبة وتقديم الهدايا للعروس. نعم. تحمل في ثنايا الكلمة فرح وبهجة، فرحة الأسرة الإماراتية. نحن فكرنا، أنا معي زميلة الدكتورة أمل الحليان، فكرنا أن ما هو متطلبات المجتمع في المرحلة الراهنة، يعني يحاول الرواق دائما أن يصل إلى ما هو المطلوب. الإمارات دولة مستقرة والحمد لله من كل الجهات، ولكن على مستوى الأسرة ليست مستقرة، خلونا نعترف بهذه الجزئية. وكثير من مؤسسات الدولة تخدم في نفس المجال. نعم. مثلا المجلس الأعلى للأسرة في الشارقة، مجلس الأسرة والتنمية في أبوظبي. نعم. غير الجمعيات النفعية والجمعيات المدنية الكثيرة جدا، برامجكم التوعوية هذه كلها تركز على الأسرة. معناته أن في خرق في جسد المجتمع، أن هناك مشكلات أسرية، وفي نظرية تقول أن لا يتحقق أمن وطني ما لم يتحقق أمن الأسرة. صحيح. من هنا جاء فكرة المكسار، أن أنا أسعى بحكم أيضا التخصص كعلم اجتماع أن أبحث كثير يوميا في الصحف، نقرأ عن مشاكل الطلاق، مشاكل تربية الأبناء. نعم. الأحداث الجانحون، مشاكل يعني الزواج الذي ينتهي خلال شهر أو شهرين أو حتى سنة وسنتين. صحيح. فعقدنا اجتماعات في رمضان عبارة عن محاضرات اجتماعية، هي بس حوارية تتكلم في هذه المشكلات وتطرح توصيات، وحتى ممكن أن نطورها إلى دورات تدريبية زواجية في للشباب في مرحلة ما قبل الإقدام على الزواج. نود من خلال الرواق أن نساهم مع مجتمع الإمارات، مع كل مؤسساته المدنية والاجتماعية، أن نقدم فكر جديد لعلاج مشكلة الأسر الإماراتية، وخاصة الأسر الحديثة وليست الأسر المستقرة
التي بدأت من السبعينات مثلا أو ما بدأت من الستينات. نحن نتكلم عن المتزوجون الجدد، نسميهم المتزوجون الجدد. صحيح. هؤلاء بحاجة إلى تأهيل وثقافة. الشاب الإماراتي قديما والشابة كانوا على دراية تربوية من خلال الأسرة بمتطلبات الزواج. صحيح. يعني كانوا يتزوجون في سن صغيرة دكتورة. الآن قليل العمل على هذا الجانب. من هنا إن شاء الله الأربعاء القادم في جلسة قادمة للمكسار أيضا. وهي مستمرة طوال العام طبعا. إن شاء الله. نعم. جميل. جميل. لو نتكلم أيضا نروح لجانب آخر عن التعاون بين رواق عوشة بنت حسين الثقافي وأيضا جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. تم إطلاق أول موسوعة لمبدعات الإمارات، وطبعا الدكتورة موزة غباش رئيسة مجلس أمناء الجائزة. نحن حابين نتكلم كيف جاءت يعني فكرة هذه الموسوعة، أهميتها، وأيضا الشخصيات النسائية المشاركة في هذه الجائزة. بداية تحية لصاحبة السمو الشيخة شمس بنت سهيل الحرم رئيس الدولة، هي صاحبة الجائزة وهي الرئيسة الفخرية لهذه الجائزة. أيضا تم تأسيسها منذ 3 أعوام. ضمن أنشطتها نشاطها الرئيسي هو اختيار نساء مبدعات من دولة الإمارات، مبدعات في كل المجالات. تتجمع هذه القصص النسائية المبدعة ونصدرها سنويا في الاحتفال السنوي في كتاب. فحتى الآن أنجزنا كتابين، الموسوعة رقم 1 والموسوعة الجزء الثاني. الموسوعة الأولى ضمت اسم 100 امرأة مبدعة في كل المجالات. الموسوعة الثانية ضمت 70 اسم لنساء مبدعات. إن شاء الله الآن نعمل على الجزء الثالث وسنقدمه في شهر 11 القادم في احتفال الجائزة القادمة. هذا تراكم معرفي، هذين الكتابين أو الموسوعة يرصد أو يكتب تاريخ المرأة الإماراتية. كيف بدأت؟ ما هو نشاطها؟ هل قدمت من خلال هذا النشاط خدمة لدولة الإمارات؟ إحنا لا يعنينا النشاط فقط، كل ما يعنينا هذه الدولة نسعى إلى خدمتها بكل المستويات. نعم. مجال الثقافي، الاقتصادي، التربوي، الرياضي، كل. أنا استأذنك دكتورة، عندنا اتصال من الشارقة من مريم. تفضلي مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. طبعا أنا بحيي دكتورة موزة كثير جدا. الله يسلمك. بحيي طبعا برنامج أماسي كمان عشان برامج الحلوة اللي بيقدمها. شكرا. وأحب أقول لها أن أنا بشكرها جدا جدا، لأن أنا كنت اشتركت معها في دورة تأهيل معلمات لتحفيز القرآن الكريم. نعم. يعني حوالي سنة 2001، وكان حفظ 5 أجزاء مع تعليم التجويد كامل يعني للقرآن. نعم. والحمد لله يعني استفدت كتير طبعا من الدورة، وكانت المعلمة بتاعتنا أبلة معزز ربنا يجازيها كل خير عننا. آمين يا رب. دلوقتي بدرس بمؤسسة القرآن الكريم والسنة. ما شاء الله. وأحفظ 20 جزء. ما شاء الله. وطبعا كان ليها هي الفضل الكبير طبعا، لأن الواحد ما كانش عنده فكرة خالص في التجويد ولا في الأحكام ولا في كل دوت. أنا بشكرها جدا. شكرا. وإن شاء الله في ميزان حسناتها وميزان حسنات الوالدة. آمين. جزاها الله خير يعني. آمين آمين. شكرا لك يا مريم على هذا الاتصال. بشكرها جدا جدا جدا، وأنا بحبها، بحبك في الله يعني. العفو العفو، الله يسلمك. شكرا لك مريم على هذا الاتصال. شكرا لك. إذن مشاهدينا يعني دكتورة الحوار وياك شيق جدا. نحن إن شاء الله يعني نلتقيك في لقاءات أخرى. كل الشكر لك دكتورة موزة غباش على هذا الوقت الجميل اللي فعلا استمتعنا واستفدنا منه كثير. شكرا على وجودك. شكرا لك دكتورة. ننتقل أعتقد مباشرة إلى التقرير. ننتقل مباشرة إلى تقريرنا مشاهدينا اليوم في حلقتنا. حميد لواد فنان تشكيلي إماراتي شارك في العديد من المعارض الفنية، قدم خلالها اللوحات التراثية اللي تدل على تراث الإمارات الأصيل. نعم مشاهدينا، إلى جانب الفن التشكيلي والرسم، يعشق حميد عبيد لواد جمع المقتنيات التراثية كالأبواب والنوافذ القديمة والألعاب التقليدية. إذن مشاهدينا، زميلنا زهير المصري زار الفنان حميد لواد في منزله، أعد لنا هذا التقرير، نتابع.
بداية الفن التشكيلي تولدت عندي أولاً في هوايتي في فن التصوير، التصوير الفوتوغرافي. من خلال التصوير الفوتوغرافي أنا قدرت أخذ الإضاءة وفي جانب التصوير والظل والضوء، كذلك الأحجام والعنصر الأساسي. من خلالها انتقلت أنا للفن التشكيلي في الرسم بالألوان الزيتية. أنا حاولت من لوحاتي التراثية أني أنا أقدم رسالة لكل الشعوب، إن كانت شعوب خارجية أو شعب الإمارات أو الأطفال أو كبار السن، بأن تراثنا زاخر بكثير من التراث اللي يستحق أن احنا نوثقه من خلال الرسومات أو من خلال القصص أو الكتابة أو الأجهزة المرئية أو المكتوبة أو المسموعة. حاولت أنا من خلال توظيف خامات البيئة واللي هي مرتبطة ارتباط وثيق بالتراث كأخشاب أبواب مثلاً أو نوافذ أو فنار، أني أنا أكون منها مثل المجسم بحيث أنا أوصل رسالة، لأن نحن من خلال خامات البيئة ممكن أني أنا أوثق أيضاً تراث الإمارات اللي هو يعطي صورة جداً ممتازة وواضحة ومريحة للمشاهد. كنا في الماضي نحن نجمع بعض من الصفائح وبعض من غطي المرطبات ونصنع منها إطارات ونصنع منها سيارات ونصنع منها ألعاب كنا نستخدمها في الماضي. أتمنى أن جميع الأخوة اللي مهتمين في التراث والموروث الشعبي أيضاً الاهتمام والمواصلة في هذا في المحافظة على هذا التراث وإبرازه للمشاهدين وفي كل الفعاليات، بحيث أن يكون صورة نظيفة وواضحة وممكن نحن نفتخر فيها، لأن هذه تشكل ثقافة وحضارة دولة الإمارات العربية. حياكم الله إذا مشاهدين الكرام من جديد في آخر فقراتنا لهذا المساء واللي تهم المرأة. اهتمام المرأة بالتجميل والتزين من الاهتمامات المشروعة، بل ويأخذ في كثير من الأحيان حيز مهم من اهتماماتها. نعم مشاهدينا، التيتيود سبا والذي يحتضنه نادي الجولف والرماية في الشارقة صمم لتلبية احتياجات المرأة العصرية من خلال تقديم خيارات متعددة من العلاجات والعناية بالبشرة والتي تتخطى المفهوم التقليدي للسبا والمنتجعات الصحية. إذا خلونا مشاهدينا نتعرف أكثر على التيتيود سبا وأهم الخدمات اللي يقدمها لزواره. معنا اليوم ومعكم في الاستوديو لينا بويز مدير التيتيود سبا. لينا مساء الله بالخير، حياك الله ويا مساء الخير لكم، مساء الخير لجميع المشاهدين. يا هلا وسهلا.
خلينا نتعرف أول شيء على Altitude Spa، عرفنا مكانه وموقعه. نعم. بس ما تعرفنا كذلك أيضا على أهم نشاطاته يمكن والمرافق الصحية التابعة له. نعم، Altitude Spa اللي حضركم تفضلتوا وذكرتوا موجود داخل نادي الشارقة للغولف والرماية. في عدة مرافق، المرفق الأول هو Altitude Salon طبعا يلي بيتضمن تجهيز كامل للعرايس، معروف في شعر ومكياج، العناية بالأظافر. نعم. وبالإضافة إلى علاجات خاصة بالشعر، إذا كنت بتعاني من جفاف بالشعر، تقصف وهي الأشياء، عنا علاجات خاصة فيها. وبالإضافة لها طبعا اهتمامات تانية مثل اهتمامات بعلاجات الجسم وبعلاجات البشرة بنفس الوقت. هيدي بنحكي فيها طبعا بالبارت تبع السبا. نعم. يعني حقيقة معروف عنكم أنكم تقدمون خدمات مو بس 5 نجوم 7 نجوم بعد. نحن حابين نتكلم عن المرافق الصحية اللي موجودة عندكم في السبا، أيضا في أقسام خاصة أو VIP. كلمينا عن هذه الأقسام وشو المميزات اللي تقدمها عن باقي الأقسام الأخرى. طبعا الأقسام VIP نحن منخليها طبعا محجوزة للفي اي بيز أكتر شيء، وخاصة يلي بيكون حاجز مثلا تريتمنت أو علاجات كاملة متكاملة. مثلا بتجي عائلة مؤلفة من أختين أو ثلاثة أو جروب من الأصدقاء بحبوا يكونوا مع بعضهم، فنحن منخلي لهم الفي اي بي إذا بحبوا يكونوا مع بعضهم، يعني بنعمل لهم كل الخدمات يلي بحبوها بنفس المكان. سبا بارتي يعني. نعم. حفلة بسيطة داخل السبا. طيب لينا نحن بنتكلم بشكل مفصل يمكن عن الخدمات اللي تقدمونها، يعني كلنا على حدة إن صح التعبير. نعم. نعم. نتكلم في البداية عن العلاجات اللي أنتم تقدمونها الخاصة. نعم. بالوجه، خاصة كذلك أيضا ببشرة الوجه وأيضا الجسم. نحن طبعا السبا بيعتمد على علاجات شاملة وكاملة. نعم. ولكن في علاجات متخصصة بسبا اللي هي من إلا نحن specialized treatment أو هي بتكون signature treatment، يعني هي من اختصاص الالتيتيود سبا. عندك الحمام العادي مثلا او. نعم. الحمام الملكي هيدا من اختصاصنا. نعم. بنستخدم فيه خلطه خاصه من الاعشاب. الملكي ولا العادي؟ نعم. لا عم نحكي عن الرويال اللي هو الرويال الملكي. نستخدم فيه خلطة خاصة من الأعشاب. نعم. وطبعا بالإضافة إلى الصابون المغربي وماسكات تانية بتنحط ومي ورد وهالأشياء، يعني أنا ما في بدي خليكم تجربوا، ما رح نفشي الأسرار. ما تعطونا أكثر. طبعا أنا مش رح أعطيك الريسيبي، بدي خليكم. نعم. تتفضلوا وتجربوا. نعم. بالإضافة لعلاجات تانية خاصة مثل تنظيف البشرة. نعم. عنا تنظيفات بشرة خاصة بالأعراس. نعم. قبل العرس بيومين أو بثلاث أيام. نعم. بيعطيك نضارة أو إشراقة، طبعا أنت بتعرفي كل الناس بتكون متوترة بهالفترة. صحيح. فتنظيف البشرة اللي هو اسمه Visible Brilliance بيعطيك نضارة وإشراق قبل الميك أب، قبل يوم الفرح. نعم. طيب اليوم يعني كل امرأة بتيلة عندكم مثلا حتى تهتم ببشرتها، بالتأكيد بشرة عن بشرة تختلف يعني، وأيضا بالطبع. حتى الـ الكريمات الماسكات. نعم. اللي بتستخدمونها. نعم. تختلف من بشرة لأخرى. بالطبع. اليوم المرأة يوم تيجي عندكم للسبا هل تخضع لاستشارة معينة؟ هل هناك متخصصين في الاستشارات لنوعية البشرة أو نوعية المواد اللي تستخدمونها حق البشرة؟ 100% كل شخص بيدخل على السبا لازم يخضع لاستشارة. نحن الزبائن اللي على طول مترددات على السبا بيكون عندهم ملف اللي بتجي أول مرة، طبعا هي بتخضع على لتقارير مثلا، بناخد تفاصيل عنا إذا كانت بتعاني من مشاكل صحية، بتعاني من أي مشاكل بالجلد، أي مشاكل بالبشرة، هي كلها أشياء بتهمنا يعني نعرفها عن الست. من بعد ما تعبي القائمة هيدي بتتفضل الأخصائية على الاستشارة. طبعا هي بتقوم إذا كانت عم بتعالج لها بشرتها. نعم. بتقوم بتشخيص حالتها إذا عندها مشاكل بالبشرة ولا لا، وطبعا. نعم. حسب عمرها وحسب حالة البشرة هي ممكن تحدد لها شو التنظيف أو شو العلاج المناسب. وفي كتير ناس بيبقوا بيعانوا من مشاكل كبيرة بالبشرة. صحيح. مثل زيادة بالحب الشباب والالتهابات، فنحن علينا أنه نوجههم
أو نحولهم لعناية طبية، لأنه بعض الأوقات أو أكترية الأوقات بتكون هالمشاكل مننسبها لمشاكل بالهرمونات. فطبعاً هيدا العلاج خارج عن خارج عن اختصاصنا طبعاً بالطبع، فنحن منحولهم لأطباء. لينا نحن بنتكلم كذلك أيضاً عن الاستجمام في التيتيود سبا، وأهم شيء مكملات الاستجمام، لكن بعد أن نشوف هذه اللقطات اللي جهزوها فريق الإعداد عن التيتيود سبا مشاهدينا ونرجع. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأيضا رحب بضيفتنا مجددا بالاستوديو أستاذة لينا. كنا قبل الفاصل ريم طرحت سؤال عن الاستجمام، وصراحة كلنا حابين نتعرف على هذه النقطة. يعني اليوم اللي يزور السبا بعد المساج مثلا والعناية بالبشرة، أيضا تقدموا له مكملات للاستجمام، شو هي هذه المكملات؟ خبرين عنها. نعم، عادة قبل العلاجات كمان ممكن تتمتعي باستخدام السونا والبخار والجاكوزي مجانا قبل أي تريتمنت بتعمليه بسبا. يعني بتجي قبل الموعد تقريبا بشي 20 دقيقة، وبحق لك تستخدمي سونا والبخار والجاكوزي بضمن هالفترة، وطبعا بس تخلصي ممكن تدخلي على العلاج. بعد العلاج ننتقل لمنطقة الاسترخاء والراحة، بنحط لك البنباك الحار، ووقتها منقدم لك شاي سخن مكملات للعلاج وللاسترخاء طبعا. جميل جدا، يعني الخدمات اللي نسمع فيها منك شلينا تحفز الواحد انه يزوركم اليوم. يمكن طبعا كل الناس محتاجه استرخاء بالتاكيد طبعا. كذلك ايضا من الاشياء المهمه اللي يحتويها السبا، واعتقد يعني من الاقسام اللي جدا مهمه، اللي هو النادي الرياضي او الجيم. نعم، خبريني اكثر عن الجيم، شو اللي يحتوي هذا النادي الرياضي، خدمات اللي يقدمها. هل كذلك ايضا يقدم مدربين خاصين او مدربات بشكل منفرد؟ نعم. ولا في مدربين بشكل عام؟ نعم، نادي الرياضي هو بيتميز بتكنو جيم جدا جدا عالية، بحيث انه كل جهاز له شاشة تلفزيون ممكن تتحكمي بالقناة اللي بدك تشوفيها وانت عم تتدربي. بنفس الوقت فيك تتصفحي الانترنت، يعني ممكن تدخلي على يوتيوب، ممكن تدخلي على الفيسبوك، انت وعم تعملي تقومي بعمل الرياضة بنفس الوقت، هيك بمر الوقت وما بتحسي بملل، وبيقطع الوقت عندك بسرعة. عندك اشتراكات الرياضة بتتروح بين شهري لسنوي طبعا حسب
حاجة كل امرأة. وفيها مميزات كتير حلوة انه اذا كنت مشتركة بالنادي الرياضي بحق لك تستخدمي السونا والبخار والجاكوزي تبع سبا مجانا ضمن الاشتراك. وبنفس الوقت بيطلع لك ديسكاونت على اي علاج بتحبي تسويه بسبا. يعني نحن الاعضاء مميزين عنا حتى بخدمات تانية بقدمها النادي مثل المطاعم مثل الشوتينج والغولف كمان عندهم معاملة خاصة للأعضاء. جميل. يعني صراحة فعلا شوقتينا أن نزور السبا وأيضا نزور هذا النادي الصحي. أيضا مشاهدينا بالتأكيد متشوقين، لذلك مشاهدينا بنتعرف وياكم من خلال هذا الفاصل على النادي الصحي وبنرجع لكم. إذا شفنا في هاي اللقطات مشاهدينا النادي الرياضي التابع لألتيتيود سبا، ولينا كنت سألتك قبل نشوف اللقطات إذا كانت متوفرة خدمة المدرب الشخصي أو حتى التدريب الفردي للمشتركين. طبعا في مدربات، في بيرسونال ترينينج عندنا وفي تدريب جماعي. فهيدا شيء بتحددي مع المدرب إذا حتى تاخدي، إذا حابة تاخدي بيرسونال ترينينج ممكن. وبدي أذكر هون إنه الجروب صفوف الجروب مثل الايروبيك واليوغا اذا كنت مشتركه ممكن تيجي على اي كلاس منهم، يعني ما في كلاس معين. بمجرد انك تكوني مشتركه بالجيم بحق لك تيجي على اي كلاس من هالكلاسات. وهالكلاسات بتتوزع من كلاسات صباحيه للكلاسات المسائيه وما في وقت معين انت تلتزمي فيه. فممكن انت تختاري الوقت اللي انت بيناسبك والصف والكلاس اللي انت بيعجبك وتنضمي له. جميل. يعني بعد تراعوا ان بعض الاشخاص عندهم اشغال اللي ملتزم بدوامه. طبعا اكيد تبدا جيم من الساعه 8 الصبح وانت على راحتك، تجي من 8 الصبح للمساء على راحتك، انت تختاري الوقت اللي بيناسبك. وطبعا بنعطيكم احنا جدول، احنا كل شهر بيتغير الجدول الرياضه وبتختاري الكلاس اللي حضرتك اللي تحبي تجربيه. نعم. عندكم استشارات للالتحاق بالنادي؟ اكيد اكيد. يعني اذا وحده مثلا عندها مشكله، عندها ارتفاع بضغط الدم مثلا، ما فيها تستخدم السونا والبخار والجاكوزي، اول مره بتنضم للجيم، طبعا بيكون مع شخص عم بيرشدها شو الاشياء اللي ممكن تناسبها والاشياء ممكن تضرها. يعني اكيد بيكون في حدا من المكملات. كذا لك ايضا لينا للسبا وخدمات اللي قدمها وجود مطاعم خاصه. او تابعه للسبا، لو تكلمينا عن هالمطاعم. هي صراحه المطاعم تابعه للنادي كله. نعم، هي المطاعم صراحه تابعه للنادي كله للنادي. ومش بس للاعضاء، يعني ممكن اي حد خارج النادي يتمتعوا بالمناظر الخلابه اللي عندنا اللي بتطل على النادي الجولف. طبعا بقدموا من الصبح العشيه، بقدموا وجبات صباحيه، وجبات غدا، وطبعا مسائيه. حبيتي مطعم صيني قلت لي؟ في مطعم فليفرز اوف ايجيا ومطعم ايطالي اللي هو اسمه سانسي. نعم، بدعيكم تتفضلوا جربوا. ان شاء الله، واكيد ندعو كل المشاهدين. وايضا يعني حتى ضيفتنا لينا اظني ريم قالت ان اللي بيتصل بعد هذه الحلقه وبيقول ان من اماسي بيحصل على عرض. شو العرض؟ نعم، نحن حطينا رقم النادي على الشاشه. واي حد بيتصل مباشرة هلا وبيقول انه هو شاهد برنامج اماسي راح يطلع له دخول مجانا
على صالة الرياضة. جميل. يطلعوا له يوم كامل في نعم. الجيم لمشاهدي أماسي هذا خاص طبعا. بس بمجرد يعطوا اسمهم الكامل ورقم تليفونهم بيحصلوا على دخول مجاني. جميل جدا. هاي فرصة طبعا للكل اللي بيتصلون صحيح ويقولون انهم تابعينا، اكيد بتكون هاي فرصة لهم لدخول الجيم اليوم كامل في Altitude Spa. وبنفس الوقت نسينا نذكر انه نفس الخدمات اللي نحن بنقدمها بسبا بسبا تبع النساء هي ذات الخدمات اللي بنقدمها بسبا طبعا للرجال اكيد. جميل. وكلهم متخصصين ومحترفين بالتدليك بالمساج. الجيم يتم من 11 الرجال مساج عفوا الجيم الرجال بيتم ببند الساعه 11 والنساء ببند الساعه 9. على اعتراض بخليهم يمددوا عشانك انت. جميل. والخدمات هي نفسها الخدمات طبعا المقدمة. هي نفسها لانه الاسم هو ذاته طبعا Altitude السبا للفيميل والميل نفس الخدمات. جميل. طبعا جميل. اكيد نحن باذن الله لنا زياره لهذا النادي وفعلا يعني تقدمون خدمات جدا مميزه. واتوقع ان ايضا ريم يعني استمتعت بالحوار، تعرفتي على كثير معلومات عن هذا السبا. اكيد شوقتني قلت لها لينا انا اهلا وسهلا بتشرفوا أي وقت. نعم. إذن كل الشكر لك وإن شاء الله بنزورك. كل الشكر لك أستاذة لينا بويز مدير Altitude Spa. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى أنكم استمتعتوا فيها وبتأكيد موعدكم مع أمسية جديدة باكر الساعة 8 توقيت الإمارات. كونوا على الموعد. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، مواضيع متجددة وكذلك أيضا ضيوف متجددين في أماسي في حلقة الغد. تابعونا وتصبحون على ألف خير.